السلام عليكم، أنا دكتورة سارة جحفر بن عوف، استشارية السكري والغدد الصماء بمدينة أبوظبي. أتشرف اليوم إنه أكلمكم عن جمعية السكري والغدد الصماء السودانية. كونت الجمعية في سنة 2014، وبدايتها كانت بسيطة جداً، عبارة عن مجموعة بتاعت واتساب، أعضاها استشاريين السكري والغدد الصماء السودانيين من داخل وخارج البلاد. وكان القرض من المجموعة نقاش الحالات المعقدة وتبادل المعلومات المهنية، والحمد لله نمت وتطورت المجموعة. وفي فترة وجيزة في سنة 2015 اتسجلت كإحدى التخصصات في مجلس التخصصات الطبية السودانية. هدفنا الأساسي كجمعية طبية سودانية هو تحسين الخدمات الطبية المختصة بالسكري والغدد الصماء في السودان، لكن زي ما انتم عارفين اطلع علينا 2020 وجائحة كورونا اللي تسببت في تدني الخدمات الصحية في كل التخصصات. استجابة للفجوة دي قامت الجمعية بمبادرتين. الأولى تقديم استشارات طبية عبر الهاتف والواتساب والفيسبوك لتخفيف العبء على المراكز الصحية، والحمد لله توفقنا، وحتى الآن تقدمت أكثر من 600 استشارة. والميزة في استخدام الوسائل الاجتماعية إنها متواجدة 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. المبادرة الثانية كانت جمع تبرعات وشراء الأدوات الوقائية أو PPE عشان يقدروا زملائنا في السودان يتوفقوا، الله يديهم الصحة والعافية، في فتح المراكز الصحية لمرضى السكري. وفعلا بدأوا بمركز جابر أبو العز في الخرطوم، وبعديه بدأ مركز عبد الله خليل في الدرمان، وإن شاء الله قريبا حيفتح مركز حلة حمد في بحري. السلام عليكم. في البدء حابة أشكر قناة سودانية 24 برنامج صباحات سودانية على الاستضافة. أنا اسمي آية عادل، طالبة في السنة الأخيرة كلية الطب جامعة الخرطوم، وعضو في مبادرة الجمعية السودانية للسكري والغدد الصماء. الجمعية أو بالأصح المبادرة بدأ العمل الفعلي لها في السودان قبل أكثر من 6 أسابيع، وكان الدافع الأساسي للمبادرة هو ظهور جائحة الكورونا في السودان اللي بسببها مستشفيات كثيرة قفلت ومرضى كثيرين بقوا ما قادرين يتلقوا الرعاية الصحية الملائمة. المبادرة قائمة على استشاريين وكوادر صحية وكذلك فريق المتطوعين. فريق المتطوعين بيضم كمية كبيرة جدا من الشباب في المجال الطبي من مختلف المستويات وكذلك مختلف الجامعات. فريق المتطوعين ده جواه في مقسم لست فرق أساسية. أولا حاجة عندي فريق المحتوى اللي هو ده بيهتم بالبوستات التوعوية اللي بتنزل على صفحات التواصل الاجتماعي اللي هي فيسبوك تويتر تليجرام وإنستغرام، وبيهتم إنها تكون بصورة مبسطة وسهلة. برضو عندي فريق المصممين اللي هو ده بيستخدم الفيديوهات والصور عشان يعرض البوستات التوعوية دي بصورة كويسة. تاني عندنا فريق مهم شديد اللي هو فريق الخط الساخن، ده فريق بيضم عدد من نواب الأخصائيين والميديكال وأطباء الامتياز. مهمته إنه يتلقى المكالمات على مدى 24 ساعة في الأسبوع ويوجه المرضى للمستشفيات الملائمة الفاتحة عشان يلقى فيها الخدمة والرعاية الطبية الملائمة. خدمة الخط الساخن هي خدمة مقدمة كجزء من مبادرة الجمعية السودانية للغدد الصماء والسكري. تعمل الخدمة على مدار 24 ساعة. نقوم بالرد على استفسارات المريض أو مرافق المريض. حسب الردود يتم تصنيف حالة المريض، وحسب التصنيف يتم تقديم الإرشاد اللازم. يقوم بالرد مجموعة من الأطباء المتطوعين العاملين بمستشفيات ولاية الخرطوم تحت إشراف كامل من استشاري جمعية الغدد الصماء والسكري السودانية، وإن شاء الله سوا بنبدأ. بيشتغل مع الفريق ده فريق جمع معلومات وتحليلها، وده بيساعدنا إنه يجمع المعلومات من فريق الخط الساخن ويستخدمها في الأبحاث عشان نطلع ببيانات مهمة عن وضع السكري في السودان. والأبحاث دي بتساعدنا إنه نحن ندعم أدوية عن أدوية أخرى بيحتاج لها المواطن السوداني.
برضو من الفرق المهمة اللي هو فريق التنسيق، ده بيهتم بمعرفة المستشفيات الشغالة وين بالضبط ومدى الخدمة الصحية المتوفرة في المستشفيات دي. تاني حاجة عندي فريق التصميم اللي هو ده بيصمم موقع على الانترنت فيه كل المعلومات عن الجمعية والنشاطات اللي قامت بها ومنها المبادرة دي. الفرق دي كلها بتشتغل مع بعض عشان تحاول انها تساعد في توصيل الرعاية الطبية الملائمة للمواطن السوداني في الظروف دي. الوطن مشتاق وبتنادي.